اللي حطونا في هذا الكرنفال اليوم، وكندعوا الزوار ديال مدينة العرائي عشان لنا عندنا مراجل على طول السنة كل عام وعلى طول الأسبوع إن شاء الله. نعم كنلاحظوا الفرق الفولكلوري شاركت دائما ربطك مع واحد العلاقه ديال الثقه، ودائما كاين مشاركه سواء جهويه ومحليه وكذلك يعني عربيه. سبق اللي قلت في الصحافيه العرائش عندها ابنائها المرضيين والحمد لله ما كنختلفوش معاهم، دائما ولات هذه عاده عند الناس اننا نتسناو الكرنفال مدينه العرائش يجي، والحمد لله هو كرنفال مدينه العرائش ماشي ديال عبد الصمد. وبالاضافه الى ذلك المشاركه الوطنيه بمدينه سلف فرق البهلوان والشوب والالعاب الناريه يعني المره الثالثه على التوالي. نعم. يعني شنو يمكن تقول الميزه اللي طلعت هذا المهرجان؟ هما كفرق عجبتهم مدينه العرائش وعجبهم جمهور مدينه العرائش، هما كيعقلوا لنا بغينا نشاركوا معاكم.